للحديث عن الذكرى 21 لهجمات سبتمبر أيلول 2001 وتداعياتها على العراق والمنطقة، معنا من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي النزال. أهلا بك سيد مكي، يعني بداية في الذكرى 21 لهجمات أيلول، ما الذي تغير؟ تدخل أمريكا في الشرق الأوسط وتحديدا العراق هل كان مبررا؟ تفضل. السلام عليكم. أولا الذي حصل هو يعني ذريعه لبدء مرحله من السياسه الامريكيه. نعم. يعني نحن نعلم ان هذه الدول الاستعماريه الكبرى تضع استراتيجيه ل 20 سنه ول 40 سنه وكذا وهكذا. بايدن اليوم ينفذ مرحله وليس كما يدعي يغير سياسته. نعم. ما حصل ان امارتين ضخمتين سقطتا وما تنات، والهدف من ورائها هو تغيير سياسه امريكا في العالم. نعم. بدات امريكا سياسه او عادت الى سياسه احتلال الدول. احتلت افغانستان واحتلت العراق وقتلت الالاف، واستمرت بذلك الى ان وظفت من يقوم مقامها. نعم. وانسحبت معظم القوات، والان تنفذ سياسه جديده. نعم. هذا كل ما حصل. يعني سيد مكي، لماذا يتجنب مدرسو التاريخ التعمق في الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويفضلون تدريس الهجمات للتلاميذ بوصفها حدثا تذكريا أليما؟ يعني هذا التاريخ يكتب بقلمين، قلم التدوير والجيش وهو قلم مدعوم، هو القلم النظيف الذي يبقى في الظل إلى أن يأذن الله فينكش بالخطائب. هم الآن يريدون أن يزيلوا صورة الوجه القبيح عن أمريكا. كما قلت، وظفوا غير أمريكا لارتكاب الفضاء في العراق وسوريا واليمن. نعم. في محاولة لجعل الناس ينسون ما فعلت أمريكا. نعم. هؤلاء الذين يتحدثون الآن كلهم مدلسون ويعلمون في قرارة أنفسهم أن المشكلة الرئيسية والمسبب الاكبر والمنفذ الاكبر للجرائم هم امريكا ومن معها طبعا. يعني نعم. امريكا ليست وحدها، مع العالم تقريبا. طيب، الم يكن يمكن تجنب هذه الحروب التي كانت تكلفتها باهظه على امريكا بشريا وماليا، وجرت كذلك على العديد من البلدان الخراب بذريعه محاربه الارهاب؟ ابدا لا يمكن. يعني كما قلت، هي استراتيجيه يجب ان تنفذ ايجاد الذريعه اولا، ثم التنفيذ بهذه الذريعه. نعم. هم نفذوا هذه المرحله كما هم خططوا لها قبل ذلك، لا ندري باي مده من الزمن. نعم. نفذوا ذلك ولا يمكن ان يغيروا خططهم، وهم ما يهتمون طبعا بقتل الناس. نعم. وقتل الامريكان رضوا لانهم يعني خاطبوهم بلغه المصلحه، انظروا نحن نحمي الامن القومي وننفذ خطط مصالح امريكا في الخارج. نعم. فالامريكان رضوا بذلك، ولا تنسى ان الجند الامريكي راتبه ضخم، وبعض الاخرين في انتظار الجرين كارد، وكلهم يتحدثون بلغه المصالح. واما من مات منا نحن يعني في العراق وسوريا وغيرها، فيعني قضيه طبيعيه بالنسبه لهم. نعم. يعني لا يهتمون لذلك ان لم يكونوا يفرحون بذلك. نعم. الى سؤال جديد الان، يعني بايدن في ذكرى الهجمات يقول انهم سيواصلون مراقبه الانشطه الارهابيه اينما وجدت. في هذا الإطار، لا ترى أن أمريكا تكيل بمكيالين تجاه هذه الأنشطة، لا سيما الميليشيات الموالية لإيران التي تهدد استقرار العراق والمنطقة واستهدفت الأمريكيين أكثر من مرة؟ أمريكا لغاية الآن من تسميهم
الارهاب الاخر يعني ارهاب حكومي الميليشياوي وكذا، هي تدعمه تحت غطاء دعم التحالف ضد الارهاب. لغايه الان هم يسلحونهم ويجهزونهم ويوفرون لهم الغطاء ولا يسمحون لاحد ان يتقدم بمشروع اداله بسيط ضد اي فصيل صغير في الدول التي ذكرت وغيرها من دول العالم. امريكا ما زالت تنفذ خطتها بهؤلاء. اذا انتفت الحاجه لهم يوما سترى التغيير، وكما قلت بناء على الخطوه القادمه من استراتيجيه امريكا سيتغير الامر. اما الان فامريكا طبعا تكيد بمكيال واحد، نعم، وهو انهم ضد الشعوب ومع الارهاب برمته. يعني امريكا ابدا لم تكن يوما ضد الارهاب، نعم، ابدا، سوى بالاعلام. ورأينا في الموصل حين هدموا المدينه مدينه كامله على رؤوس ساكنيها بحجه دحر الارهاب، والجثث ما زالت تحت الانقاض، نعم، والامريكان يتحدثون بالسلام وغيرهم يحتفلون وكل شيء يصير طبيعي بالنسبه لهم، نعم. اما نحن فنتصبر وننتظر الفرج. الى السؤال الاخير الان، يعني الا ترى ايضا ان الدور الامريكي في الشرق الاوسط يوحي بالتخادم، التخادم مع ايران بعد ان فسح لها المجال لترسخ نفوذها بالمنطقه؟ هل كان هذا الأمر مقصودا؟ أنا شخصيا بصراحة لا أحب مصطلح التخادم. أنا أرى أن أمريكا وظفت إيران منذ 200 سنة وأكثر. يعني قبل أمريكا كانت بريطانيا تقود هذه العصابة العالمية الكبيرة، الآن أمريكا إيران موظف عند أمريكا، تنفذ كل خطط أمريكا بحذافيرها. الشيء الوحيد الذي لا يحيي بذلك هو التراشق الكلامي، يعني انظر منذ قيام ما يسمى بالثوره الايرانيه الى اليوم لا شيء غير الكلام، يعني التشاتم بينهم. اما الدعم فلقد دعموهم اثناء الحرب العراقيه الايرانيه ووفروا لهم قطع الغيار ووفروا لهم الذخيره تحت ما يسمى ايران جيد، وهم انفسهم كشفوا ذلك، هم لا يستحون من شيء. امريكا وظفت ايران لكي تكون الجيش بين هلالين المشاك على الارض، والقوه الجويه الامريكيه لا زالت تعمل جنبا الى جنب التحركات الايرانيه، ولم يحصل اي احتكاك حقيقي شكرا بين الاثنين ابدا في التاريخ الحديث. عضو اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي ميكي نزال، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.